الكتاب بدخل مع شخصيات جديده في حاجات ما شفتهاش قبل كده وبانتراكت معاهم زي ما هم بيحكوا لي قصتهم انا كمان برد عليهم من هنا. المهم كبرت انا بحب القرايه على طول بقرا فجيت انا عندي 14 سنه وزهقت قلت لا انا ليه كل حد يكتب قصه انا كمان عايش في العالم بتاعه انا ممكن اعمل العالم بتاعي واكتب الشخصيات بتاعتي والعب فيهم زي ما انا عايزه. فجيت وقعدت اكتب وانا في ميدل تو تقريبا قعدت اكتب شويه شورت ستوريز للمدرسه وبعدين قررت ان انا اكتب اول نوفل او روايه طويله ليا. الروايه دي قعدت اكتب فيها حوالي سنه اسمها روزي. يمكن في الاول البلوج بتاعها ما كانش واضح ما كانش عندي خطه للروايه بس الروايه دي كانت مجرد شخصيات انا بلعب فيها وانا زعلانه بزعلهم لما بفرح بفسح يمكن لما زعلنا قوي ومنقصة قوي موقف حد فيهم يعني عادي مش مشكلة. المهم كملتها وخلصتها والحمد لله قدرت انشرها. ساعة ما نشرت الكتاب ده انا كنت يعني فرحتي ما بتتوصفش. انا مش بس عملت عالم خاص بيا ولعبت فيه زي ما انا عايزة ده انا كمان هحبس ناس تانية كتير بقى ناس تانية هتقعد تقرا وهعلم لهم نبرة زمان كتير. المهم قعدت بعد ما عملت الكتاب ده طبعا يعني انا شخص مش معروف خالص رغم ان انا اسمي مريم معروف بس قلت اعمل نفسي دعايه. دخلت على النت ودورت على ان انا بما ان الروايه دي بالانجلش فقررت ان انا ادور على ريفيورز بره. طول ما انا بدور انا احتكيت بعالم النشر في اوروبا وامريكا بتوعيه اكتشفت مش عارفه ايه حصل اكتشفت ان هما عندهم موضوع حاجات مختلفة تماما. كمية الناس اللي بتكتب واضح انها عندها حب الشر زي اللي عندي كتير اوي. فانا دورت تاني لقيت ان هو في عندهم حاجة مش موجودة عندنا اسمها literary agent. literary agent ده بيمثل ان المؤلف قدام النشر وهو اللي بيمنظر وكلام كبير. المهم لقيت ان هو هناك كل literary agent بيجيله حوالي 600 request في السنة. وامريكا لوحدها فيها حوالي 100,000 فكده يعني كتب كتير قوي بتتكتب هناك. جيت قارنتها عندنا لقيت ان احنا يعني عندنا كتب اقل انا بروح المكتبه كل شهر بلاقي نفس الكتب. بس دورت كمان شويه لقيت في سيرفي بتاعت الامم المتحده بتقول ان هو الافرج امريكان بيقرا في السنه 11 كتاب مقابل الافرج عرب بيقرا في السنه 4 صفحات. جيت بعد كده دورت ليه؟ احنا ليه بنقرا اقل كتير؟ ليه مش بنستفيد بكده؟ انا شايفه ان القرايه دي حاجه ممتعه جدا اكتر من التلفزيون اكتر من اي حاجه. فلقيت ان هو المشكله ان هما بره بيبقوا متعودين ان هما ايه وهما صغيرين بيكبروا وهما بيحبوا القرايه. بس احنا عندنا يمكن ما عندناش الموضوع ده قوي، مش ناس كتير بتشجع ولا ان هما يقروا وهما صغيرين او ان هما اصلا يفتحوا كتاب او يقروا اي حاجه بره منهم، اهم حاجه ان هو على طول ان هو عارف الكتاب وخلاص. مش مهم بقى تخلصه برضه حاجة تانية اكتشفتها ضمن الحاجات اللي أنا اكتشفتها إن هو الحكومة المصرية طلعت سيرفي برضه قالت إن هو 88% من المصريين ما بيقروش أي حاجة بره الضرائب المالية خالص. فإحنا دلوقتي لو إحنا قدرنا إحنا صغيرين وشباب ويمكن أكبر مننا شوية إن إحنا نزود القراية إن إحنا نحطها في الهابس بتاعتنا كل يوم إن إحنا نغير الفرق ده وكمان 88% دول يبقوا 10 و5% حتى ممكن يبقوا 0% ليه لا؟ فاحنا ليه نقرا؟ ايه اللي يخلينا نمسك كتاب 500 600 صفحه ونقعد نقرا فيه ونقرا كل كلمه ونحاول نفهمها وندور على معاني ليه نعمل كل ده؟ سيمبلي انا بشوف الموضوع بطريقه ان هو القرايه زي حاجه تديك سوبر باورز. ازاي؟